النهاردة الاثنين 25/12/2023. ايه اللي بيحصل في السودان يا عبد الفتاح؟ ده اكتر سؤال بيتسأل الفترة دي. والحقيقة وانا بعمل الفيديو ده كان عندي حاجة من الاثنين، يطلع اقول لك بقى ارقام وشهداء وجرحى واحصائيات، وده اللي موجود بشكل كبير جدا على الانترنت. والحقيقة انا مش جاي اقول لك الكلام ده، انا جاي اقول لك الموضوع بمنتهى البساطة والاختصار اللي في الدنيا، كأن واحد صاحبك بالظبط بيتكلم معاك. اتفقنا كده؟ اتفقنا. بص يا سيدي، عايزك تعتبر ان السودان معمول لها زي هاكينج او متفيروسة بالبلدي كده مركوبة. طب هو الفيروس ده اسمه ايه يا عبد الفتاح؟ هقول لك، بص هو اسمه بصراحة رايح من دماغي، بس هو لابس ابيض فابيض كده وتحس من اصول عربية وبتفيرها، هقول لك عليه في الاخر، بس لو انت عرفته اكتب لي في الكومنت. المهم بقى يا سيدي، عايزك تكون عارف ان الحرب في السودان بدأت من تاني، ما بين مين بقى يا عبد الفتاح؟ ما بين الدعم السريع بقيادة حمادة ولا اسمه حمدتي ده، والجيش السوداني بقيادة مين؟ البرهان. ولو انت ما تعرفش مين دول ومين دول، فخليني اقول لك بقى سريعا كده ان قوات الدعم السريع بقيادة حمدتي ابو طفيرة ده جماعة كده مسلحة كانت تابعة للدولة فترة ما، بس بعد عزل الرئيس حصل زي تصارع ما بينهم وما بين الجيش السوداني بقيادة البرهان على الحكم، وانشقت عن الجيش وبقت عايزة تاخد الارض كلها ليها. يجي واحد بقى يقول لي جماعة مسلحة عايز تحتل دولة؟ ازاي يعني يا عم عبد الفتاح؟ ده الدولة دي ليها جيش وقصة كبيرة. ما هو الفكرة بقى يا سيدي مش في الجماعة، الموضوع كله في اللي وراها او الفيروس يعني. وهتتصدم لما تعرف الدولة او الدول اللي بيمولوها، خصوصا لما تعرف المخطط الجديد وعلاقة ده كله بقناة السويس. المهم بقى نيجي للي حصل جديد. الجيش السوداني كان فاكر ان الدنيا هتبقى سهلة وبسيطة، وان احنا معانا بقى فرق ومعدات وطيران، ولو الواد حمادة ابو طفيرة دوت فكر في اي حاجة كده ولا كده همرجح. بس الجيش بقى يا سيدي ما كانش يعرف الخيانة ديت. الحكاية بدأت من ولاية اسمها الجزيرة. خليني اقول لك بس ان الولاية دي من اهم ولايات السودان بشكل عام، خصوصا في وقت الحرب. عايزك تركز بقى في كل حرف بقوله عن الولاية دي علشان تفهم وتربط الدنيا ببعضها معايا. الولاية دي يا سيدي مهمة جدا زراعيا واقتصاديا. طب ليه بقى يا عم عبد الفتاح؟ انا هقولك ببساطة، لان فيها مزرعة ممتدة بحوالي 2.5 مليون فدان، تمام؟ مزروعة صناعيا، وبمناسبة دي اكبر مزرعة تروى صناعيا في العالم. الولاية دي بقى يا سيدي 25% من حجم المساحة الزراعية في السودان. انت متخيل معايا كده يعني ربع سلة غذاء العالم. السودان بالمناسبة يا جماعة مش صغيرة، السودان فيها ما يقرب من 18 ولاية، فتخيل معايا ان ولاية واحدة بتمثل المساحة دي كلها. ده غير طبعا ان هم عندهم جوه الولاية دي بقى في مدينة اسمها ايه؟ المناقل، لو انا بقولها باسم صح، من اهم واكبر المدن الصناعية، فكده يعتبر ليها اهمية زراعية واهمية صناعية. ماشي معايا لحد هنا؟ طب تمام، نيجي بقى للبعد الاهم وهو موقعها. الولايه دي بقى يا سيدي في توسط اكتر من ولايه، يعني بتربط معظم الولايات ببعضها، عايز تروح اي حته ففي الاغلب هتعدي من عليها. فاللي بيسيطر على الولايه دي يبقى مسك بعد استراتيجي وزراعي وصناعي. يجي واحد يقول لي ايه يا عم عبد الفتاح اللي انت بتقوله ده؟ يعني هو الجيش السوداني مش عارف يعني الاهميه دي؟ فالمفروض يعني يكون بيأمنها كويس جدا. خليني اقول لك بقى ان هو كان سايب فيها الفرقه الاولى مشاه، ودي من اقوى لو ما كانتش اقوى فرقه في الجيش السوداني على الاطلاق. الله، امال ايه اللي حصل يا عم عبد الفتاح؟ اللي حصل يا سيدي ان كان مسيطر بشكل كبير جدا وبيحارب حمدتي، وكانت بتطلع اخبار تقول ايه بقى؟ ان خلاص الوضع هيبقى مستقر جدا. حلو كده؟ حلو. الراجل بقى نام وصحي الصبح بيكلم قائد الكتيبه في ولايه الجزيره، لقى موبايله غير متاح او مقفول، فقال يمكن شبكه، فكلم النائب بتاعه لقى غير متاح برضه. الله الله، هو في ايه؟ راح رنن على العساكر، جرد محدش بيرد. قلق إيه الراجل بصراحه، فرن على التليفون الارضي بتاع المكتب. هوب، مين يرد عليه؟ رد عليه حماده حمدتي، وقال له اللي بتسال عليه مشي باي وانا جيت مكانه. اهو شفت السيناريو ده بقى، هو تقريبا اللي حصل، بس انا ببسطه لك. قائد الكتيبه يا سيدي حصل له هاكينج فيروس بالفيروس ابو اصول عربيه ابو طفيره اللي لابس ابيض فابيض اللي كلمتك عليه من شويه، وللاسف مشوا بالاوفر او العرض اللي هو باي 1 جيت 1. لا مش فاهم حاجه عبد الفتاح. يؤسفني اقول لك ان هم اشتروا قاده بسعر ممتاز، وطبعا كل ده اكيد صدفه ان هو جه تزامنا مع اللي بيحصل في غزه. قائد الكتيبه السودانيه يا سيدي انسحب من الولايه هو وعساكره، ودي خيانه عظمى ما كانش حد يتوقعها ابدا. مش كده بس على فكره، الراجل بقى مشكورا، او يعني الخاين مشكورا، مش بس مشي وساب موقعه، لا وجبهته. ده اسمع كده، ده ساب السلاح والذخيره والمعدات وكل حاجه كنوع من انواع بقى ما تفهمش، الهدايا عشان راس السنه لحمدتي او تقريبا كان عرض ما تفهمش يعني. فانت متخيل الخسه اللي في الدنيا؟ وقفت معايا لحد هنا؟ كمل بقى. طب خد الصدمه اللي جايه ديت، انت عارف كام فرد اللي راحوا يحتلوا الجزيره دي؟ اكيد هيجي في دماغك تقول لي يا عبد الفتاح ده رقم بشع. عايز اقول لك ان اللي راحوا هم 1000 واحد فقط. نعم،
يعني علشان تتخيل معايا كده، عايز تتصور كأن عدد معازيم فرح مثلا أخدوا بعضهم كده وقالوا بدل ما نروح نعمل أوتنج هنطلع هنحتل جزيرة في السودان أو ولاية في السودان. أنت متخيل الرخص؟ يعني قائد الكتيبة الخاين ده لو كان سيب عليهم بس الشعب كان أكلهم، بس هو الموضوع باين عليه قوي إن هو كان عرض بصراحة ما يتفوتش. عارف المشكلة كمان في إيه؟ إن اللي متبهدل في الليلة دي كلها هو الشعب، الشعب اللي مالوش ذنب في أي حاجة. والله أنا مهما أقول لك وأوصف لك مش هقدر أوصف لك اللي بيحصل من قاف تهلام وتعذيب الأهالي بأبشع الطرق الممكنة، اغتصاب البنات والستات، اللي عايز اقول لك ان في ناس بتنتحر لمجرد خوفها من الاغتصاب. اخواتنا البنات والستات السودانيات هناك يا عيني مش لاقيين حبوب منع الحمل، وانت اكيد فاهم انا اقصد ايه او اللي انا ما قلتوش. انت شايف الوضع واصل لفين؟ ربنا بجد ينتقم منهم. نرجع بقى للجيش السوداني ورد الفعل. البرهان اتصدم من اللي حصل لان دي خسارة ومصيبة فادحة. مش بس كده، لا كمان ده حامدتي فاضله تكة ويوصل له. ما انا قلت لك بقى ان الولايه دي منبع للولايات اللي جنبها. يجي واحد مركز جدا معايا يقول لي هو كام يعني عبد الفتاح المرخص او مين اللي مسيطر من الاخر؟ بص يؤسفني اقول لك ان دلوقتي حماده او حمدتي جايب هاتريك تقريبا، والبرهان بيلعب في الدقيقه 90، يعني الماتش بالشكل ده رايح لحمدتي، لان حمدتي ليه مدرب اجنبي او تحديدا عربي يعني بجلابيه بيضه واقف على الخط عمال بيوجهه وعامل له مكافاه بالدولار، مكافاه كبيره جدا لوكشه كده لو كسب الماتش ده، ومديله كمان كل الامكانيات اللي في الدنيا اللي ممكن تتخيلها او لا اللي تخليه يكسب. يعني ببساطه كده السودان بقت بتاعه الامارات، اسف امارات ايه اللي دخل الامارات، قصدي بقى بتاعه حمدتي. لا ثواني بقى، عبد الفتاح اللي دخل بجد الامارات في الموضوع، او انت ليه قلتها دلوقتي؟ بص بقى بصراحه هي ما دخلتش، ده هي اصلا هناك جوه بس مش جوه قوي، ناحيه البحر كده في طرق هناك كده وامدادات والدنيا خربانه، فاهم حاجه؟ لا طب ما تسيبني بقى اكمل عشان افهمك. بص يجي واحد تاني يقول لي هو ايه علاقه ده كله برضه بقناه السويس عبد الفتاح؟ بص يا سيدي، كل اللي حمدتي بيعمله دلوقتي ده هو بيعمله الهدفين، هقول لك عليهم دلوقتي، بس خد بالك ان الهدف الاول حمدتي بس هو اللي عايزه، اما بقى الهدف التاني ففي ناس تانية عايزاه. فانت في الكومنتس بقى هتقول لي مين الناس دول؟ اتفقنا؟ اتفقنا. الهدف الاول بقى يا سيدي وهو السيطره. فكر معايا كده، هو لو الجيش السوداني وقع مين اللي هيمسك الحكم؟ الله ينور عليك، وهو ده السبب الاول. طب ايه السبب التاني؟ ما هو لما نسيطر على السودان ايه اللي هيحصل؟ هنبقى بنسيطر على معين السودان اللي هي بتطل على البحر الاحمر، وده في طريق حركه الملاحه لقناه ايه؟ الله ينور عليك، قناه السويس. وده مين عايزه بقى؟ لا مؤاخذه، الله ينور عليك، كم كبير جدا من الضفاير العربيه بقى منها والصهيونيه. لا الجمله مش راكبه، ايه اللي انا بقوله صحيح؟ ما هو الاثنين صهاينه في الاخر، يعني الاختلاف في اللغه واللبس تقريبا. المهم انا هحاول اسهلها لك شويه، فكر معايا، هو مين صاحب ام احمد، اسف ابو احمد الصهيوني، وداخل باستثمارات في سد النهضه عنده، وبيلعب في موضوع الميه؟ لو لسه ما جمعتش معايا فهحاول اسهلها لك. فكر معايا كده، مين الدوله القمر اللي قلبها ابيض فابيض ومسيطره على مواني في المنطقه؟ كنا عملنا فيديو عنها قبل كده، واللي بالمناسبه ليها استثمارات في سواحل اليمن ناحيه باب المندب برضه، اللي هي مطله على الملاحه في قناه السويس. ازعل بقى منك لو انت لسه ما عرفتش ان هي دوله المؤامرات. بقول لك يا عم عبد الفتاح انا تهت، هي مين الدولة العربية والصهيونية ومين اللي بيمول حمدتي والدنيا ماشية ازاي؟ بص كل دي اسئلة هجاوبك عليها بشوية حاجات كده. من شهور كده حصلت مظاهرات في السودان بتدعو لمحاسبة دولة عربية لأنها هي سبب في اللي بيحصل في الدولة ده، اللي هي مين بقى؟ المؤامرات، آسف الإمارات، معلش بتلخبط في اسمها بصراحة. مش بس كده، لا ده تم طرد 15 دبلوماسي اماراتي من الخرطوم. راحت الامارات عملت ايه؟ ردت وطردت 3 دبلوماسيين سودانيين. يجي واحد بقى مش مركز معايا يقول لي والامارات هتستفاد ايه يا عبد الفتاح؟ وانت لو مركز في خريطه السواحل اللي شرحتها لك قبل كده فوق هتعرف ان الامارات هي المستفيد في ده كله، وهي اللي بتدعم اثيوبيا، واللي انا بقوله دوت مش جديده على فكره، يعني ده معروف. الله يا عم عبد الفتاح هتلخبطنا ليه طب دلوقتي؟ مش انت قلت قبل كده ان اثيوبيا بيدعمها الكيان الصهيوني؟ شاطر، برافو عليك، بس انت بقى ما خدتش بالك فوق ان انا قلت لك في دوله عربيه ليها اصول ايه؟ بضفاير كده، صح كده؟ طيب ولو انت مش مقتنع ان السواحل هدف الامارات تعالى اثبت لك. مجله وول ستريت جورنال قالت ايه بقى؟ نزلت مقال كامل عن الموضوع، بتقول ايه بقى؟ بتقول ان المساعدات اللي كانت بتوصل من الامارات للنازحين السودانيين في تشاد بقى واوغندا كان فيها يعتبر ايه بقى؟ ما كانش فيها اسلحه تلميذ، كان فيها اسلحه للدعم السريع. مش بس كده كمان، ده كان في اسلحه ومعدات اتشاف عليها بادجات الامارات. مش بس كده على فكره، ده خرج رئيس اركان الجيش السوداني وقالها علنا، قال كده ان الامارات دوله يعتبر مافيا بدعمها للدعم السريع وحمدتي، وان لازم تخرج تفسر الكلام دوت. بص انا شايف في عينك كده سؤال عايز تسالني، تقول لي طب يا عم عبد الفتاح هي الامارات هتعمل كل دوت ليه طيب؟ هقول لك طب ممكن تشوف في عيني بقى سؤال بيقول لك هو سعر الذهب وصل لكام النهارده؟ هتقول لي ايه اللي جاب القلعه عن البحر؟ وايه دخل الذهب دلوقتي في الموضوع؟ هقول لك معلش. وتعالى بمناسبه بقى اقول لك معلومه كده على الماشي، ان الامارات تقريبا هي اكبر مستورد للذهب السوداني في العالم. لا ممكن اقولها تاني،
الامارات اكبر مستورد للذهب السوداني في العالم. مين بقى الامارات اللي مسيطرين على مناجم الذهب دلوقتي؟ حمو او حماده يعني ابو طفيره حمد. اللي بقول لك حته كده سريعه على جنب يعني، اللي اقول لي كان جوات فاجنر بقى كانت بتيجي بتنزل ميدان الجامع والصاغه بتاعت السودان وبتدعم حمدتي برضو والدعم السريع ليه؟ مش علشان الذهب والنهب والسرقه صح؟ طبعا لا، اكيد هما كانوا بييجوا علشان يجيبوا بلوبيف من السودان ومروحين تاني راجعين روسيا. طب هل هو بقى السبب الذهب بس؟ الحقيقه لا. والستريت جورنال قالت ايه بقى؟ قالت كمان الاستفاده من موقع السودان الاستراتيجي. يعني ايه يعني؟ ما السودان دي موقع استراتيجي على البحر الاحمر ونهر النيل. لا فين معلش بتقول ايه؟ بحر احمر حضرتك ونهر النيل، وبعدين صله رحم. ايه علاقه صله الرحم بموضوع عبد الفتاح؟ هو انا ما قلتلكش مش حماده اسف ابو احمد ولا ام احمد وحمدتي بيتقال ان هما في بينهم نسب او قرابه؟ شفت بقى ضيقه ازاي؟ علشان كده وركز لي بقى قوي في اللي جاي ديت، قوات الدعم السريع بتحاول تركز على السيطره على اماكن ولايات على النيل وسدود زي سد نوسيرس. انت فاهم انا عايز اقول ايه صح؟ وبمناسبه بقى ام احمد ولا ابو احمد الاثيوبي، طالما جت سيرته يعني ما تسمح لي اقول لك نكته سريعه ملهاش علاقه بالموضوع بس هتضحكك يعني بخصوصه. اثيوبيا طلعت قدمت اعتراض على بناء العاصمه الاداريه الجديده ونفى الشهيد احمد حمدي من غير ما ناخد رايها والرجوع ليها. اقول لك يلا احنا يعني رجعنا ليه وما تزعلش؟ رجعنا للاصول، رجعنا للاصول. قال ايه؟ اصل النفق ده بيستهلك ميه. اقول لك النفق ده انا عامله فين وما تزعلش؟ انا عامله في الاراضي بتاعتي، في اراضي بتاعتي يا اثيوبي، يعني مش في الحبشه عندكم، انا عامله في مصر. وبعدين بالمناسبه بقى عايز اقول رساله للحكومه الاثيوبيه، يعني الرساله دي هحطها لكم، عارفين فين لمؤاخذه؟ هحطها لكم حلقه في ودنكم، وهي ما تنسوش ان مصر فيها 20,000 لاجئ اثيوبي. المهم رجوعا تاني بقى، الامارات طلعت قالت حتى لو حصل الكلام اللي احنا حكيناه من شويه ده انا هنكر الكلام ده، وقالت كل الكلام ده من غير ادله. السودان تسكت؟ ما سكتتش، طلعت قدمت بقى ايه شويه ادله وفيديوهات وليله كبيره كده. راحت رجعت الامارات سكتت وقالت ايه ده انتوا معاكم ادله؟ طب سلام انا بقى دلوقتي. حتى ما قدموش اعتذار. بس ثواني كده، اعتذار ايه يا عبد الفتاح؟ هما داسوا على رجل واحد ولا خبطوا في نص عربيه؟ دول مسؤولين عن مجاعات ومجازر وجرائم حرب بتحصل في السودان دلوقتي. الواحد حقيقي مش عارف يلاقيها منين ولا منين. الوضع في المنطقه حوالينا بقى بجد مشتعل بمعنى الكلمه، فلازم كلنا نتكاتف كمصريين ورا بلدنا الفتره دي يا جماعه. الناس بقى اللي بتقول لك خش وحارب في فلسطين وبعد كده يحصل مش عارف ايه في السودان، يقول لك خش وحارب في السودان وبعد كده يحصل ما اعرفش ايه في اثيوبيا، يقول لك خش وحارب في اثيوبيا. طب هو انت يا ابني بتلعب اتاري؟ هو ده اتاري يا حبيبي؟ انت فاهم يعني ايه حرب؟ ما لو مع كل يعني حاجه هتحصل نجري نحارب، احنا مش مقام ميكروباص هنا، مش خناقه يعني. فنهدى شويه ونسيب كل حد يعمل شغله. في الاخر حابب اختم بجمله كده كانت على موقع اكس، كانت لبنت يعني سودانيه بتقول الرصاص ارحم من الاغتصاب، وده الحال اللي وصل لاخواتنا في السودان دلوقتي ما بين النزوح والقاف ته لام والتشرد والجوع والاغتصاب. في النهايه بتمنى يا رب خير لبلدنا، وربنا يكون في عون اخواتنا في فلسطين والسودان، وربنا ان شاء الله يرجع لهم الامور احسن ما كانت ويصبرهم ويقويهم ان شاء الله. شكرا لكم.